والتاني راح يفل بعد 3 شهور من الفرح والتعب والنجاح والضغط النفسي والأضواء. حاضرين؟ نحن بانتظار النتائج. الاتصالات وصلت بكثافة. مين خلص الجمهور؟ أي طالب رح يرجع على الأكاديمية وأي طالب رح يظهر ليعيش حياة جديدة بعد شهرته بستار أكاديمي؟ صار وقت الإعلان عن نتائج التصويت اللي بدأت مساء الثلاثة وتوقفت من وقت قصير. نحن بانتظار النتائج معصبين. محمد وسنتيا مبروك لمحمد هلاوي 41.6%. ألف مبروك لمحمد. محمد بيرجع بينضم لزملائه. سنتيا بتغادرنا الليلة مع ذكريات حلوة أكيد، وبتبدأ حياة جديدة مع الشهرة يلي نالتها من ستار أكاديمي. بتمنى تكونوا مضيتوا معنا مشاهدينا سهرة مميزة وممتعة. أكيد لاقوني بكرة الساعة 7 مع يوميات ستار أكاديمي لتعرفوا كل شيء عن طلابنا. تصبحوا على ألف خير.